أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد شاب فلسطيني جراء إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليه بعد طعنه جنديا عند باب العمود في البلدة القديمة. وقد أطلق جنود الاحتلال وابلا من الرصاص على الشاب ما أدى إلى استشهاده على الفور. وقد وثقت كاميرا الجزيرة لحظة إطلاق النار حيث كان فريقها موجودا في المكان لإعداد تقرير، وتمتنع عن بث الصور كاملة نظرا لقساوتها. وقد هرعت على الفور قوات كبيرة من جنود الاحتلال وطوقت المنطقة بالكامل.